أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 70 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 761 حالة، وعدد الوفيات إذن يصل إلى 47 حالة وفاة. ومعنا من الرباط الدكتور خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب في العاصمة المغربية. أهلا بك دكتور خالد، كيف تقرأ هذه الأرقام التي ترتفع في الإصابات؟ أهلا بك في الإصابات وفي الوفيات، يعني كيف تقرأ انتشار فيروس كورونا في المغرب عموماً؟ وبداية أشكركم على ظروف التعقيم بمقركم بالرباط، وكجواب عن هذا الواجب. سؤالكم، رغم أن هناك ارتفاع في عدد الحالات، إلا أن الزيادة اليومية هي زيادة مطمئنة. لحد الآن لا زالت يعني السلطات الصحية مسيطرة على الوضع الوبائي، وتترقب تسطيح منحنى تطور الحالات إذا ما استمر يعني الشعب المغربي في احترام العزل الصحي. وفي الحقيقة لا يمكن أن نجزم بشكل تطور الوباء، نحتاج لأربعة أو خمسة أيام حتى نستطيع أن نصدر حكما يقترب من أن يكون حكما علميا. هناك يعني أرقام أيضا مفرحة في البيان الذي أعطته وزارة الصحة اليوم، هو لأنه لأول مرة يفوق عدد المتعافين عدد الوفيات. هناك 56 حالة تماثلت للشفاء، 26 حالة تماثلت للشفاء دفعة واحدة في يوم واحد. والمهم أكثر من كل هذا أن 85% من الحالات التي لا زالت في المستشفيات هي في وضع غير مقلق، 15% هي التي توجد في وضع حرج. من الإضافات بيان وزارة الصحة أن 75% من الحالات الآن هي حالات محلية. أنا كمختص ما يجعلني يعني أطمئن شيئا ما، وهو أنه لا نسمع ولا نسجل أن هناك ارتفاعا لمعدل الوفيات في أي دائرة ترابية بالمغرب، بمعنى أنه لا توجد حالة وفيات مشبوهة في مكان ما، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الفيروس لا يحصد ضحايا في غفلة من السلطات المغربية. إذن نحن نحاصر هذا الفيروس ونسابق الزمن. هناك مستشفيات مدنية ميدانية عسكرية، المستشفى الأول أقيم في 6 أيام. نعم تمام، ذكرت نقطة مهمة دكتور خالد، يعني أن هناك ذكرت نقطة تتعلق بأنه لا يزال أمام المراقبة أيام مقبلة، بعدها يمكن فعلا التدقيق في مدى انتشار الفيروس وأي وتيرة يتخذ. ولكن أيضا ذكرت طالما التزم يعني المواطنون في المغرب بالإجراءات الاحترازية والوقائية، اليوم نقرأ تقارير في المغرب تقول بأن يعني السلطات تحاول أن تضبط مخالفات عديدة. ك يعني عامل في الجسم الطبي، ما هي الإرشادات التي يعني لو اليوم يسمعنا الآن المشاهد المغربي يجب أن يلتزم بها، كيف تحث المواطنين على الالتزام بهذه الإجراءات؟ هو في الحقيقة أنا ألاحظ أن هناك التزاما يعني بالحجر الصحي، هناك يعني منع للتنقل حتى بين المدن، وهناك دوران للعجلة الاقتصادية في حدودها الدنيا. المواطن المغربي يقدر ما تقوم به السلطات الإدارية والصحية. المغاربة هم صابرون ومعبؤون في بيوتهم، هناك تكافل اجتماعي، الكرة الآن توجد في ملعب الشعب المغربي، والإصابة بالفيروس
في الحقيقة إذا لم يكن الشخص من ينتمي للفئات التي تعول عليها الدولة لمحاربة الداء، فهو في الحقيقة يتحمل مسؤولية شخصية الآن في الإصابة بهذا الداء. هناك خطاب صحي يتم بثه عبر قنوات الإعلام، هناك تثاقف بين المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هناك يعني أن السلطات المغربية تسير في جميع الاتجاهات، هناك طائرات تأتي من الصين ومن كوريا الجنوبية محملة بالمستلزمات الطبية، هناك مغاربة يعني باحثون جعلتهم الحاجة يبدعون في اختراع يعني آلات للتنفس الاصطناعي، وبالتالي المغرب يدخل عالم الابتكار بسبب كورونا، بمعنى أن هناك تعبئة، والشعب المغربي عليه أن يزيد في صبره وأن يؤدي واجبه. وفي الحقيقة هو لا نطلب منهم إلا القعود في المنزل، والسلطات اتخذت ملازمة إجراءات المنازل. في الاتجاه الاقتصادي، في الاتجاه المالي، في نعم. الاتجاه الاجتماعي، والأطباء يرابطون في المستشفيات، يعطيكم ألف وهناك عافية. شكرا. مبادرات مختلفة من نعم. المجتمع المدني، والحمد لله. إن شاء العافية الله، لكم وتسابق والسلامة أيضا على لك التبرع ولكل لفائدة العاملين صندوق في محمد الجسم السادس. الطبي ولكل المواطنين في المغرب. أشكرك دكتور خالد فتحي، أستاذ في كلية شكرا الطب جزيلا، بالرمان. شكرا جزيلا. في الجزائر أعلنت وزارة الصحة في آخر حصيلة لها عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لأكثر من 1100 حالة إصابة خلال الـ24 الماضية، وتم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بالوباء ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الجزائر 105 حالة. وفي تونس توقفت غالبية الصحف عن الصدور خلال الأيام الأخيرة نتيجة قرارات أو بسبب تراجع مبيعاتها على خلفية انتشار فيروس كورونا. وأفادت جمعية مديري الصحف في تونس بأن 7 جرائد يومية وقرابة 20 مطبوعة أخرى ما بين أسبوعية وشهرية توقفت عن الصدور. اختفت الصحف المحلية وخلت الواجهة للوموند الفرنسية، وحيدة تبرر بأخبار العالم بقائها في زمن لم تبقى فيه الجرائد على حال. حال أوقفت فيه الجائحة الزمن في تاريخ قديم، تاريخ سيظل شاهدا على تعليق صدور الصحف الورقية في تونس. من بداية أزمة كورونا معناها ثم اللي يجيو ياخذوا في الجرائد، معناها برشا قاعدوا يمشوا ويجوا ديما يسألوا على الجرائد، الجرائد ما يخرجوش، ما ثماش. أصيدت أبوابها لأجل غير مسمى، أجل غيب موظفي هذه المؤسسات عن قاعات التحرير وحجب الجرائد عن الصدور، وهي التي لم تغب عن الرفوف حتى في زمن الحروب. يخشى أهل المهنة أن يتسبب وباء كورونا في مفاقمة وضع الصحافة المكتوبة المأزومة منذ سنوات. عاملين في القطاع قبل حتى الكورونا كانوا مهدين، واليوم عديد الصحف معناها غلقت او بدلت، معناها بدلت كيفيه الصدور نتاعها من قبل الكورونا، لان تعرف الصحافه في تونس منذ 6 7 8 سنوات عايشه في ازمه خانقه. تداعيات الجائحه الحاليه قد تغير ملامح العالم باسره، وقد تدق المسمار الاخير في نعش الصحافه الورقيه. أخبار الصحف الورقية التي وثقت حروب العالم وثوراته واكتشافاته تغيب اليوم عن تغطية وباء كورونا، وباء جار على الصحف نفسها فدفع بعضها نحو الاندثار وجعل أخرى تنتظر قرار إغلاقها. أميرة مهذب، العربي، تونس. ختام الفقرة المغربية، نستكمل الساعة الأخيرة مع جمال. شكرا لك نجلة.